ربنا يخليك يا رب. ندخل بقى بجد. يلا خلاص. يلا. طيب تكيسات المبيض هي اكياس المبيض؟ لا. طيب الاكياس يعني ده كيس بيجي على المبيض. حلو. اسبابه كتير زي البطانه المهاجره، زي كيس وظيفي، ممكن يحصل التهاب يعمل كيس على المبيض. يعني دي سبب تاني خالص غير تكيسات المبيض. حلو قوي. يعني ايه تكيسات المبيض؟ يعني ايه بقى تكيسات المبيض؟ تكيسات المبيض هي المبيض موجود بس فيه تكيسات او اكياس صغننه، كل كيس اقل من 10 ملي او يعني سنتي. حلو. تمام. سببه ايه؟ سببه ايه؟ اضطراب هرموني. تمام. حلو. هنقولها بطريقه تانية. اضطراب هرموني يعني خلل في الهرمونات. في الهرمونات عندي في الهرمونات. جسمي بالزبط. انا كبنوته او كسيده. او كسيده. حلو. تمام. هنقولها بطريقه تانية. طريقه طبيه شويه، هي هايبر استروجينيك ستيت. يعني ايه؟ يعني هرمون الاستروجين بتاعي عالي عن المعدل الطبيعي بتاعه. حلو. فده ممكن يعمل لي تكيسات على المبيض. دي حاجه في خلل الهرمون، مش بالزبط. بس دي مش الاساسي، دي ممكن ممكن يكون عندي زياده في الاسترو. لا هو ده السبب، هو ده السبب الاساسي الرئيسي. أيوة. اللي بيعمل خلل بتاعي في الهرمونات يبقى عالي. حلو. تمام. يعمل لي تكيسات على المبيض، يعمل لي اورام ليفيه. تمام. طيب حلو. يعني في تحليل طبعا اقيس بيه نسبه الاستروجين؟ لا مش الاستروجين بقى، احنا بنعرفه ازاي؟ ايوه، هو في اي 2 بيتقاس. بس اكتر حاجه تعرفني الست دي عندها تكيسات على المبيض ولا لا، اعمل لها تحليل اسمه اف اس اتش وال اتش، واعمل لهم ريشو. يعني ايه ريشو؟ نسبه وتناسب بينهم وبين بعض. حلو. لو 2:1 يبقى غالبا دي عندها تكيسات على المبيض. اوكي. الاهم من التحليل ايه؟ السونار. السونار؟ نعم. السونار اهم من السونار. التحليل؟ هو اللي بيبين لي المبيضين والتكيسات اللي عليهم. طب احنا بنتكلم في الموضوع ده ليه؟ ليه؟ عشان هو اكيد بيعوق حاجه او بالظبط. بيعوق ايه بقى؟ بيعوق ايه بقى؟ ده اللي انا جاي اعرفه النهارده بقى منك. بصي بقى. تكيسات المبيض اول حاجه بتاثر على الهرمونات بتاعت الست، فممكن يحصل صعوبه في الانجاب. ممكن يحصل شوية مشاكل زي شعر زائد في الجسم، زي حبوب في الوجه. واسمعي بقى الأخيرة. أوكي. نسبة كبيرة جدا من عندهم تكيسات على المبيض هيجي لهم سكر بعد كده. لا دي جديدة. يعني نقول حبوب في الوجه معروفة. كمان طب اللي هي المعلومه بتاعت الشعر اللي في الاماكن المختلفه. بالزبط. يعني مش الشعر اللي هو العادي، لا في مكان كده غريب. بالظبط. يطلع كميه شعر صغيره، دي معروفه. في الدقن، في الدقن، في المكان الشارد، في الرقبه شويه، في هنا في الرقبه، في الظهر. يعني لكن دي الاماكن اللي عندهم تكيسات المبيض هم معرضين ولا نسبه؟ معرضين بنسبه معرضين. كبيره. ان هم يحصل لهم بعد كده يجي لهم مرض السكري.